قبالهم خلونا هويشتكم اولادهم ذاتهم عندهم الاولاد النعم بيكون عنده سبيبات متدليات كذي وبرجع عن براهم انا كيف والله الواحد استناه اصلا عارف الطراح بس تعرف الطراح لين وموجه وبعدين بيقول له اسمه فلينه هنا اسمها شنو جن؟ اديني حقنه بس الله يجزاك خير. فده واحد من الجماعه ديل كان بيدور فوق انه ثاني ما بترجع البلد وانه ثاني ما بترجع اهلك والخرطوم وقعت له كده يعني. فبقول لي ومامي القريب يوما صعيب ماساته شفت وضع يحير من فهم لي ذاته وقتال الولاد اتنى بفدعاته والله العظيم اتفرجوا من اخواته يكتب في عيونه ويموت كلامه معانا بفضل النياسه ويوكلوا تاني البانا ولا بنت لا ولد غايته الفصيله تغانى لابعدن فيه الا ابن حزبه معانا وهو والله 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 كان شفت الجنة قاضنه هو بنت البلد عضلاتها امنع منه ده كان قال له الندب بنوته ما بيشكنه موتاس في بقر كيفين بخاف منه عرفت الحاسن البت والولد بالدملة تحسن حاسن هبن البنطلون وبلوزتي في فواصل العيب نور الناصر العيب عيب اخوها البنطلون الناصر